فتحت على بركة الله تعالى وتوفيقه. أيها السادات والسادة، بوابة الشوط الرابع سباق سوق الحافلة للخيل العربية الأصيلة على مسافة 1600 متر. هناك على الصدارة يتواجد رقم 12 بركان السرايا إهلال الشهومي، يستلم الصدارة الآن مع سابح إهلال الشهومي على المركز الأول، على المركز الثاني هبوب الزمان، وجائر على المركز الثالث رقم 9 نزاع العريق ضمن المجموعة المتصدرة، رشيد دومنلو أيضا في موقع ممتاز. الصدارة مع إهلال الشهومي وسابح، سابح وإهلال الشهومي على الصدارة، وهبوب الزمان على المركز الثاني، جائر على المركز الثالث، رشيد دومنلو على المركز الرابع. يصل في هذه اللحظات المرشح كتوب ديلاموني وزعفران مع هلال الكلباني الصدارة. نعود لهلال الشهومي والأداء لسابح حتى هذه اللحظات على المركز الأول، المركز الثاني لهبوب الزمان، جائر على المركز الثالث، ومن الجهة الخارجية يتواجد من الجهة الخارجية عيسى على ما يبدو، عيسى البلوشي على المركز الأول. الفتح الآن، الفتح مع عيسى البلوشي بأداء جميل وأداء رائع. بدأ الفتح الآن يسيطر على الشوط، على المركز الثاني سابح والمركز الثالث هبوب الزمان ورشيدة دومنلو تصل، وأيضا المرشح كتوب ديلاموني. ولكن نعود للفتح، الفتح على المركز الأول، الفتح على المركز الأول، ويصل كتوب ديلاموني، كتوب يصل، ولكن الفتح يبتعد، الفتح يبتعد، وكتوب، كتوب ديلاموني، كتوب ديلاموني، يا سلام، آخر 100 متر الفتح، ولكن يتأخر كتوب ديلاموني منتزعا الفتح المركز الأول بقيادة موفقة ورائعة من عيسى بن محمد البلوشي. أبارك لبدر بن يوسف مالكا ومدربا.